الله الرحمن الرحيم. الصامات خريجي للإدارة واقتصاد على ما يقارب أكثر من شهرين بعد ما كانوا في ساحة التحرير، الآن وقفة لهم أمام رئاسة الوزراء للمطالبة بحقوقهم وهي تعيين مناشدتني للأمان العام لمجلس الوزراء المتمثلة بحميد الغزي والدكتور عادل عبد المهدي رئاسة الوزراء أن ينظر لهؤلاء الخريجين خريجين إدارة واقتصاد المظلومين منذ عام 2003 إلى الآن دون الحصول على حقوقهم. فخرج هؤلاء الخريجين اللي المطالب بحقوقهم وحق المشروع وحقه كفله الدستور الا هو الحصول على التعيين او الايجاد البديل عنه. كان الاعتصام دار على اعتصام لاكثر من شهرين ما يقارب يعني لاكثر من العفو اكثر من شهرين الى 70 الى 75 يوم. هذا دار بعد ما دارت الاحداث اللي حدثت في التظاهرات لكافه الشعب. كان اعتصامنا في ساحه التحرير، الان حولنا اعتصامنا الى مقابر امام مكتب رئاسة الوزراء كصوت افضل وكاعتصام مع بقية الأخوة المعتصمين كالهندسة والدراسات العليا. لكن مطالبنا كإدارة واقتصاد الا وهي الحصول على التعيين بمعزل عن بقية الاختصاصات الأخرى. المسؤول أبد ما اجى سأل علينا نهائيا بعد ما كنا احنا في ساحة الاعتصامات في ساحة التحرير عانينا من معاناة جدا صعبة اللي وصلت خريجينا بقى يبيعون طالة مي بالشارع اللي مصرفهم خلص، المعاناة اللي منهم أصاب بأمراض، احد الاشخاص عندنا اصاب بمرض الكبد الفيروس بسبب اللي تعرفون كلكم انه حديقه الامه شنو معاناته وشنو. فصوتنا الامانه العامه لمجلس الوزراء ورئاسه الوزراء المتمثله بالدكتور عادل عبد المهدي اللي هي صوت الاداره والاقتصاد بكافه اختصاصاته، ومطلبهم واحد هو الحصول على التعيين. احنا خريجين كلية الإدارة واقتصاد من مختلف الجامعات ومن مختلف المحافظات، هسه تشوفهم من هنا المعتصمين. هدفنا هو الوحيد، اعتصامنا اعتصام سلمي، نريد نوصل صوتنا إلى السياسيين وإلى مجلس الوزراء وإلى الأمانة العامة إلى مجلس الوزراء لغرض التعيين فقط. غير هذا الموضوع احنا ما عندنا أي شيء، بس مجرد هو التعيين. ما حد إجانا من السياسيين، ما حد إجى، بس القنوات الفضائية والقنوات الإذاعية واكو بيهم محليات، بس دول الوحيدين اجوا وسووا لقاءات، ودائما احنا يوميا يعني عندنا لقاءات وياهم، وما حد يجينا من اي واحد سياسي. ونتمنى انه هسه يطلع لنا واحد مسؤول من رئاسة الوزراء ويوصل صوتنا. صار لنا 60 يوم، هذا اليوم احنا 60 يوم كملناه، رغم هاي الاوضاع اللي صارت ورغم هاي الممنوع التجوال اللي صار. احنا دا اقول لك من جايين من المحافظات، من رغم انهم جايين من المحافظات قاموا يلتجئون الى اماكن انه شبه امنه رغم ما اكو ممنوع تجوال، بحيث نمشي مسافات ويقولون ممنوع انه انتم تطلعون. عبالهم احنا ويا المتظاهرين، احنا ما لنا علاقه ويا المتظاهرين نهائيا، لانه احنا من قبل التظاهرات هو اعتصامنا، قلت لك احنا صار لنا 60 يوم. احنا صار لنا 60 يوم معتصمين، احنا كنا بالبدايه بساحه التحرير ويعني قبل اصر الاحداث. طبعا خلال ال 60 يوم ولا مره اجانا سياسي او مسؤول بالدوله ياخذ مطالبنا او يشوفنا احنا ليش مثلا قاعدين بالشارع او خطيه الشباب نايمين بالشارع. فورا ما صارت الاحداث هم خطيه الشباب تفرقوا، واليوم اجينا اعتصمنا هنا ان شاء الله يم رئاسه الوزراء. ونفس الشيء هم ما طلعنا لا سياسي لا مسؤول من رئاسه الوزراء ياخذنا او ياخذ يعني المطالب مالتنا. احنا مطالبنا هو تعيين وطرد العمالة الأجنبية، لأن العمالة الأجنبية كلش هواية بالعراق، يعني فوق 70%، لذلك الأيدي العاملة العراقية قاعدة بالبيت، يعني لأنه ما يلقى شغل، لأنه العمالة الأجنبية هي المسيطرة على الوضع، يعني هي الدولة فتحت الباب للعمالة الأجنبية السيطرة على البلد، فبالتالي ابن البلد قاعد بالبيت. يعني الرواتب مال العمالة الأجنبية خاصة بشركات النفط يعني رواتبهم كلش عالية، يعني هو الواحد يقدرون يشغلون بيه ثلاثة عراقيين، فيعني ليش هيك خبان يشغلون العراقيين ابن المحافظة؟ هسه مثلا ديقار هم خطية أغلب الشباب من ديقار، ليش حقول النفط الشغل عمالة أجنبية كوريين وصينيين، ليش ما ياخذون العراقيين؟ احنا سياسيين ما اجونا، احنا اجونا بس نواب، نواب بالبرلمان وصلوا صوتنا لرئاسة الوزراء. بس كسياسيين بالدولة ما حد ما وصلنا للسياسي، احنا مستمرين بالاعتصام، يعني لو ايش قد ما يطول موضوع الاعتصام احنا معتصمين ومطولين إلى أن نحصل على مطالبنا اللي هو التعيين.
بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنا خريجين الإدارة والاقتصاد من جميع المحافظات، صار لنا لحد الآن يعني شهرين، يعني حتى فلوس يعني مال الأكل ما بقت عندنا، يعني الأغلب حتى قاموا يبيعون مي، يعني مدى أفتهم يعني تاليها شنو؟ يعني احنا هنا كتلنا الحر، يعني بينا يعني يومية قاعد يتخربطون، حتى ينامون مستشفيات، يعني خلف الله على اهل الخير، يعني هم اللي قاعد يدعمونا بالاكل وبالشرب وهاي، يعني اتكلم عني وعن نفسي انا يعني كخريج، يعني الى حد الان من تخرجت لحد الان ما ظلت وزاره ما قدمت عليها، وكل ما فتحت عيناتها ذفايل، يعني الدفاع قدمت عليها، الداخليه ما حتى البلديه قدمت عليها، ما افتهم شنو الحل الى لحد الان، يعني احنا الى متى نبقى هيك؟ قابلت عدة جهات وجونا نواب، أني عني وعن نفسي أني قابلت 5 نواب لحد الآن، 5 نواب وياهم نائبة، أخير شيء وصلت للمحافظ مال بغداد، محافظ بغداد بعد حتى أحزابهم وصلت، أكثر من هذا الشيء بعد لمن أتجه؟ ولحد الآن كل شيء ماكو، هذا حالي، يعني لا أني يتيم قدامك، لا أبويا عنده تقاعد، لا والدتي عندها تقاعد، حال الطيم حال، يعطيك وعد، يعطيك وعد، يعطيك كتاب تأييد، يعطيك كتاب استثناء ويقول لك احنا نتصل عليك، وكل شيء ماكو، مجرد يعني بنج وبرمة تخدير، لا اكثر ولا اقل، للموت احنا هنا باقين، باقين مستمرين احنا دائما، اعتصامنا مفتوح. طبعا احنا مثل ما تشوفون حاليا احنا الاداره والاقتصاد اليوم جايين حتى يعني بعد كل هذا اللي صار، بعد اعتصامنا اللي هو 60 يوم، الشباب طبعا دول اكثرتهم محافظات وكانوا بالشارع وبساحة التحرير معتصمين لمدة 60 يوم، جينا اليوم حتى نشوف اذا اكو شوية امل او اكو احد يجي ينزل يسمعنا يشوفنا شريد. وطبعا انت تعرف هسه ورا الوضع اللي صار احنا سمعنا هواية وعود، فرغم هذا ورغم الوضع، طبعا الوضع انت تعرف به هو شبه امن حاليا، رغم هذا هم اجينا وصار انه هسه دشوف قدام عينك، يمكن صار بالساعة نريد احد يسمعنا، نريد احد يجينا، احد يشوف مطالبنا، ماكو احد. وحتى من كنا معتصمين هم ماكو احد كان، يعني من كانوا بساحة التحرير اكيد تفوت عليها مواكب مسؤولين وهواية يعني يفوتون عليها يعني ذو شأن، ماكو احد قال شنو تريدون او شافنا شنو يعني مطالبنا. احنا اصلا قبل الاحداث كنا نقول هذا اعتصامنا مفتوح، فاكيد يعني راح نظل مستمرين الى ان يتحقق مطلوبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. خريجي اداره اقتصاد، خرجنا من جميع المحافظات ومن جميع الاقسام، خريجي كليه اداره واقتصاد، اول ما خرجنا بباب نقابه المحاسبين، طبعا هم ما استقبلونا، وباول يوم خلال ساعتين فضونا، يعني انتقلنا وين؟ الى ساحه التحرير. بقينا بساحه التحرير محتصمين 60 يوم، 60 يوم معاناتها، بتعبها، بجهدها، بقينا احنا يعني كلش تعبنا، كلش يعني ما حد جانا المسؤولين، بس النواب اللي هم خذوا مطالبنا وما سووا شيء. احنا نريد يعني نريد تنفيذ، نريد احنا من السلطه التنفيذيه الناشد والسلطه التشريعيه، نريد تنفيذ مطالبنا، مطالبنا مشروعه جدا وهي التعيين او ايجاد البديل عنها او طرد العمال الاجنبيه او تقليلها. جهات ما جتنا اي جهات، ما جتنا اي جهات، بس باستثناء نواب، كم نواب تقريبا عددهم 7 اجونا يعني واحد ورا الثاني، وان شاء الله خير وان شاء الله سهله، هم هذا دورهم يعني. ان شاء الله مستمرين لحين تحقيق مطالبنا، مستمرين ان شاء الله لحين تحقيق المطالب، وهي هاي بعد مطالبنا جدا مشروعه، يعني هذا حقي انا، ما جاي مثلا بطل على الحكومه او شيء، انا جاي اطالب حقي. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا خريجين كلية الإدارة والاقتصاد، صار لنا 60 يوم، هاي الشاهد علينا 60 يوم، ساحة التحرير معتصمين، يعني حكومتنا احنا مدلليهم،
جاي نقول لهم احنا اعتصامنا رغم اللي صار، رغم المظاهرات، جايين نطالب بحقنا. احنا ما جايين نهاجم حكومه ولا جايين نسوي كل شيء، احنا جايين نريد حقنا هو التعيين. ومن نقول لهم البديل عنه هم جاي ندللهم بالزايد، يعني حكومه ما تقدر توفر لنا تعيين، جاي نقول لهم البديل عنه، واحنا من حقنا انه بس المطلب التعيين فقط. يعني يا رئيس الوزراء احنا جيناك ذاك اليوم وهاي جينا، وانتم بس تخدرون بينا، مطالبنا واصله وما يخالف، وبعدين نقول لكم وما كل احد الان كل شيء ما شفنا، لا احد جانا من السلطه التنفيذيه، لا احد قال لنا احنا راح نسوي لكم هيجي، بس الله وكيل، بس وعود، بس وعود. امشوا هسه وباكر وتعالوا، احنا يعني الى متى راح نبقى؟ هذا الصيف راح يخلص، شمس الصيف حرقتنا، يعني مطر الشتاء هم كله راح يصير فوق راسنا، وننتظر مطالبكم، مطالبنا تحقق لنا اياها. سيد رئيس الوزراء، يعني يا ريت انه تلتفت علينا، تباوع لنا نظره ابويه، انه احنا ابنائك اللي تعبانين، اللي شفنا هذا الظلم اللي صار ببغداد كله فوق رأسنا، وبقينا ما يخالف، احنا سلميين، احنا سلميين، احنا نطالب بحقنا فقط. يا رئيس الوزراء، يا برلمانيين، يا شرفاء، شوفوا لنا حل، كافي كافي، تعبنا والله تعبنا. احنا تحملنا حر الصيف، ما نتحمل برد الشتاء، برد الشتاء هو نقول لهم باقيين، نبشركم انه احنا باقيين، ايش قد ما تريدونه نبقى الى ان تحققون مطالبنا. ويا ريت يعني لو باسرع وقت يعني تشوفون هالعالم المتخرجة، هالشباب هالقاعدة، والله جريمة، والله جريمة. ذول قاعدين، وذول جماعة الواسطات وجماعة الرشاوي هم اللي يتعينون، اللي ما يعرفون يديرون الدولة، واللي هم سبب هالفساد وسبب هذا الشيء اللي صار، كل هاي الواسطات والرشاوي اللي جابتهم الدولة، ابن المسؤول، ابن الحرامي، ابن فلان، اللي هذول يجوا هم هذول سبب خراب الدولة. وإحنا الناس اللي تعبنا ودرسنا وحققنا شهاداتنا بتعبنا، قاعدين على الطالة بطالة، ناس تبيع مي، ناس تشتغل عمالة، هذا مصير اللي يتخرج بالعراق. احنا خريجين كليات الإدارة والاقتصاد، معتصمين أكثر من 60 يوم بساحة التحرير، فمليئنا، ماكو أحد جاء بساحة التحرير وشاف مطالبنا شنو، اجوا أخذوا مطالبنا حكوا بها بالبرلمان، وهسه البرلمان جاي يقعد رئيس سيادة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي جاي يقعد يقول جاي يعطي التعيينات لكم، ذكر هواي أقسام احنا ما ذكرنا، احنا أصلا ما لنا دائرة محددة، احنا بكل الدوائر اللي موجودة بالدولة، يعني احنا اللي نقدر ندير كل الدوائر، كونوا فاسدين بالدوائر الموجودة، ها عندك كفاءات خريجين إدارة واقتصاد، كفاءات كومة قاعدة ما تشغلها، كل واحد خليه 10 سنين، 10 سنين زين ورا 10 سنين. شنو المعلومات اللي راح تبقى اللي ببال؟ اذا 10 سنين اذا تعين واحدنا قام يبيع مي بالشارع، واحدنا يبيع بسطيه، ها كلها بسطيات ناله ويبيع مي، يشتغل بمطعم، اكو واحد يقول اذا شفت المخريج يقدم مي للجاهل، فاعلم ان البلد ما براسه خير. انت تحكي بعامية، انت ما تحكي بهذا، احنا بلدنا، احنا بلدنا براسه خير، والعلم بدا مننا انا. العالم كانت تاخذ منها كفاءات من العراق مثل دبي وغيرها، تاخذ كفاءات من العراق في سبيل تنهض باقتصادها. احنا هذا الاقتصاد هياته، اقتصاد شاورة بالشارع انت؟ زين ليش وقت؟ نريد حل، احنا ليش وقت طالع تشوف لنا حل انت يا رئيس الوزراء عبد المهدي؟ احنا راح نبقى معتصمين هنا، وراح نجي هناك، كنا بساحة التحرير ان شاء الله راح نتحول هنا مقابل رئيس الوزراء لحد ما تلقى لنا حل. اريد اشوف من يطلع رئيس سلطه تشريعيه اللي هو رئيس البرلمان من يقول راح البي احتياجات جميع مواطن عراقي، وهو احتياجات المعتصمين اللي هنا من صار لهم اكثر من 120 يوم او 80 يوم، واحنا صار لنا اداره واقتصاد اكثر من 60 يوم معتصمين هنا، هو لحد الان ما قدر يلبي احتياجاتنا، وهذا حقنا، بس تنظيرات مجرد تهدئه الوضع، والشارع العراقي على مود يسكت، ما يخلي الشارع العراقي خليه يجي يشوف لنا، هاي كلها خريجين هنا، ما لحد الان ما حد واصلهم ولا حد سامع مطالبهم شنو هي، بس مجرد يقعد بمجلس البرلمان ويشرع قوانين بدون تنفيذ، لحد الان ايش قد هسه سحبوا اسماء، بس لحد الان ما شفنا اي تنفيذ، احنا لحد الان مجرد حتى اسماء ما جايين ماخذين، بس مجرد هناك يقعد وينظر، وين اللي حكى بيه؟
لحد الان كاداره واقتصاد لا اجت لجنه، لا اخذت اسماء، لا رفعت قوائم، كل شيء ما سوت، حتى مطالب ما اجت سمعه. لحد الان احنا اكثر من 60 يوم صار لنا موجودين هنا، لحد الان ما محقق اي شيء، اي مطلب ما ملبي، بمجرد انه بس يقعد هناك ويحكي بس الفضائيات، الناس ما تعرف هنا ايش جاي يصير، قاعده ببيوتها وتسمع التنظير انه مصدقه هذا الشيء فعلا راح يصير، بينما هو هنا الخريجين اللي هنا المعتصمين هو ما قادر يحل قضيتهم، شلون راح يلبي احتياجات جميع المجتمع العراقي؟ احنا باقينا صار لنا 60 يوم ونبقى 60 ونبقى 60، الى انا خريج وهذا حقي. انا ما جاي اليوم لو ما عندي شهاده اوكي، لربما اشوف لعمل حر، بس انا هذا كملت دراسه فاريد جهدي، اريد ثمره. ثمره هو التعيين، انا بدي اتعين على اختصاصي، مو يجي يفتح لي روح على الدفاع او على الداخليه، انا شو له علاقه بها؟ اكو اختصاصات، اكو ناس متخصصه بهذا الشيء، انا اليوم اداري، انا اخذ اختصاص، انا اخذ مجال بمؤسسه حكوميه دائره مدنيه، مو اروح انا على الدفاع او على الداخليه اروح عسكر، هذا مو اختصاصي. فاحنا باقين هنا. السلام عليكم، احنا خريجين الاداره واقتصاد، صار لنا 60 يوم الناشد الحكومه انه تلبي مطالبنا، مطالبنا واضحه، عندنا 3 مطالب، تعيين او ايجاد فرصه عمل بديله عنه، او الاختيار الثاني الاختيار انه قضاء على العماله الاجنبيه اللي غزت البلد، الشركات النفطيه انترست عمال اجانب، احنا حقنا احنا اولى بيها، ابناء الوطن اولى من الغريب اللي يشتغل بيها. المطلب الثالث وهو توفير فرص العاطلين عن العمل، وان شاء الله تحقق هاي المطالب. نتامل بعد معاناه احنا اللي شفناها 60 يوم معاناه وضغط نفسي، وجاي يشوفون اخر فتره ايش صارت، صار الوضع مال المحافظه كلش صعب، الناس اللي جايين هنا ما جايين مترفه او حالهم ميسور، وذا يجي اي مسؤول ويلتقوا وياهم يشوف نسبه المعاناه مالتهم كلش تعبانه، وماكو واحد طالع عن بطر وجاي ينام الشارع. كل اللي يجون يعني واحد لو اثنين يجوي وقالوا ان شاء الله يعني مثل الوعود الباقي. اي صور، هاي صور منتيمة يجون، هذا كلها تجي تطق صور وتروح. احنا يا ريت يعني مثلا نستفاد من الصور باكر عقبه ونحتفل بهم انه يجون التعيين. مستمرين وما نعوف لحد ما يلقون حل. الحل هي النتيجه واحده من اثنين، لو يلقون تعيين ويخلصونه، لو يعطونا مثلا يقولون يا بنت مو عراقيين يعطونا هذا خروج هذا لجوء غير دولة ونكون ممنونين لهم، هذا أحسن مطلب. واختراع أخير قبل هاي تمنيت الخير لهم، لأهل الدفاع والداخلية 150 ألف على هذا بالعافية عليهم، بس 150 ألف هذا تحسب رواتبهم على 900، على الحل الوسط السهل إنه 900 سويها نصين 450، بدل ما أعين 150 ألف أقدر أعين 300 ألف خريج. هاي مبادرة ترى كلش حلوة، وأتمنى من قناتكم توصلها توصل. خريجي إدارة اقتصاد مضى من اعتصامهم 60 يوماً، 60 يوم معنى ذلك أن هنالك 60 حلماً قد قتل وفق عدم تعاطي الحكومة والجهات الرقابية والتشريعية مع هذه المطالب، وهي مطالب حقة تقتصر بنقطتين، التعيين وإيجاد بديل عن 60 يوم من المعاناة تحت أشعة الشمس الحارقة في ساحة مفتوحة مثل ساحة التحرير، ينامون ويفترشون أرضها ويلتحفون سماءها في حديقة الأمة، والكل يعرف أن حديقة الأمة سيئة الصيت، معاناة حقيقية من الكلام ومن التفاصيل التي قد يعني لا تسعف الآخرين على نطقها أمام الشاشات. الكل يعرف أن حديقة الأمة هي سيئة الصيت، المخمورين، كلام الناس الجارح، على اعتبار أنه ضريبتنا هي أننا نحن نحمل شهادات بكالوريوس، تعرف الكلام السلبي الذي وجه لنا أن لا يوجد تعيين، لا يوجد فرص، الفرص هي للسياسيين فقط، لأبنائهم، لعوائلهم، ومع الأسف أن يتعامل مع يتعامل النظام والسلطة التشريعية مع هذه الفئة، وهي فئة عظيمة تمثل الوجه المشرق للوطن وتطلعاته، خاصة أن هؤلاء يعني خريجي إدارة اقتصاد، معنى ذلك أنهم هم أساس الدولة ونظامها وقوامها واستراتيجياتها، وما الدولة وما البرلمان وما السلطة إن لم تكن
من رحمي هؤلاء. المعاناه عظيمه والمطالب هي بسيطه، اعتقد يعني مطلبين مثل وعدات بسيطه لا تتجاوز ال 300 مثلا معتصم، لا اعتقد ان الدوله ستنهار ان حققت مطالب هؤلاء. القشه التي كسرت الظهر الاقتصاديين هي العماله الاجنبيه، العماله الاجنبيه هم مواطنون من الدرجه الاولى في العراق، ونحن الخريجين العراقيين هم مواطنون من الدرجه الثانيه، طالما ان الحكومه تهتم باعدادهم اكثر مما يعني. في الشهر السابع والثامن من هذه السنه اطلقت وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه اعداد لحصيله العماله الاجنبيه المتواجده في الحقول النفطيه، واعدادها 100,000 عامل اجنبي يقابلها 18 عامل محلي، وهذه طامه كبرى. والمشكله الحقيقيه ان الدوله تخرج على شاشات التلفاز وبكل صراحه تتكلم عن هذه الاعداد، وهي المفروض الدوله يعني المفروض يعني تلتزم الصمت حيال هذه الكارثه والمصيبه التي حلت بالخريجين. 100,000 عامل بشهرين يقابلها 18,000، معناتها فعلا نحن الخريجين مواطنون من الدرجه الثالثه. هم اغلب الموجودين هم محافظات، ومن محافظه بغداد، هناك محافظات جنوبيه في البصره والعماره والناصريه والكوت فيها شركات نفطيه وفيها ابار النفط. يسير الجنوبيون كلهم على مكامن النفط، حصتهم من تلك الغازات ومن تلك النفط هي المرض والسرطان المنتشر. 4,000 حالة مرض بالسرطان فقط في الناصرية، في محافظة الناصرية، وهم كلهم من عوائل الخريجين. حصتنا من ذلك هو الدخان والمعاناة، وحصتهم مئات الدولارات. وكأن النشيد الوطني يبدأ بهم موطني الدلال للسياسي والمآسي للإداري. طبعا خريجي الإدارة والاقتصاد 60 يوم من المعاناة، 60 يوم من الاعتصام، احنا المفتوح في ساحة التحرير. يعني الصراحة ما وجدنا الاهتمام ذاك من قبل الحكومات بالطبقة هذه من الخريجين. الإداري ومكانته في الدول المتقدمة أهم حتى من مكانة الطبيب، وأهم حتى من مكانة المهندسين. للأسف احنا الدولة مالتنا ما تهتم بهذه الطبقة من الخريجين ومن الإداريين، مع العلم ان الإداري في الدول المتقدمة مثل ما ذكرت ونوهت بانه اهم من الطبيب واهم من المهندسين. لكن للاسف احنا حكومتنا مثل ما تشوف صار لنا 60 يوم هنا ما حد بحالنا، جايين احنا من غير محافظات وهنا قاعدين، زين شنو ذنبنا احنا؟ ها شفنا معاناه وتعب، واحد ينام هنا بالشارع ما تلقى يعني، بس الوعود الكاذبه يجيك ويقول لك راح اسوي لك حل ويرجع ويروح. زين انت ليش ما تفكر بابن بلده؟ يعني احنا مو من يومكم عراقيين، يعني ما كافي ان احنا جاي نشوفه؟ يعني طالب ينام له 60 يوم هاي اللي حصلها، معاناه 16 سنه ودراسه هاي اللي حصلها، ينام 60 يوم وتالي متالي تجون تكذبون عليه وعود كاذبه؟ يعني حتى ماكو سياسي يحاكيك بصدق وتحس وتطمن وترجع للبيت، يجي ويقول لك انا عندي حلول وما يخالف وحضر لي اسماء وما ادري شنو ويروح بعد ما يجي. مستمرين؟ نعم مستمرين بالاعتصام، لو بعد سنه لو بعد سنتين، كافي هيهات من الذله، ما نبقى احنا هيك. يعني هم العماله الاجنبيه جايين بالبلد وياخذون اضعاف رواتبنا بالثلاث مرات واربعه، وابن بلده هو مقعده، زين ليش؟ ليش مو ابن بلدك؟ لا شكو جاي تخرج سجل الجامعات سيدي يا اخي، لا تخلي الطلاب تدرس اربع سنوات وتعب ومصاريف وحر وبرد وتالي متالي يجي ينام 60 يوم و70 يوم و100 يوم ينام بساحه التحرير وينام هنا، ليش تبعد؟ شنو ذنب هذا الطالب؟ خلاص اعتصامنا احنا مفتوح وما نرجع وهيهات من الذله. احنا مجموعة من خريجين الإدارة والاقتصاد معتصمين بساحة التحرير صار لنا أكثر من 60 يوم، واليوم جينا هنا خطوة تصعيدية أمام رئاسة الوزراء، نطلب من رئاسة الوزراء من وزارة المالية من كل الجهات المعنية أنه ينظرون لمطالبنا ويشوفون شنو مطالبنا، لأن احنا أكثر من 60 يوم بساحة التحرير ما حد جانا من رئاسة الوزراء ولا شافوا شنو مطالبنا، وقدمنا مطالبنا بكتب رسمية للأمانة العامة لمجلس الوزراء ولرئاسة الوزراء أكثر من مرة، ووعدونا أنه يصير حل لنا ويصير خير، لكن لحد الآن ماكو شيء ملموس شفناه، ولا شفنا أنه اتجاه حقيقي باتجاه حل مطالبنا والتفات حقيقية لنا.
احنا مطلبنا الاساس والتعيين والاهم هو التعيين، يعني احنا مطالبين شيء فوق حقنا، يعني هذه هي بالاساس حقوق مشروعه، فاحنا مطالبين شيء فوق حقنا، احنا طالبين انه مجرد توفير فرصه عمل لنا، توفير وظيفه لنا، وموجود بالدستور العراقي اللي بالدستور العراقي للشكل انه اي خريج او اي عاطل عن العمل انه له حق في فرصه عمل ونعيش حياه كريمه. هاي الجموع اللي صار لها اكثر من 60 يوم اكثر من 70 يوم، يعني شنو ذنبها قاعد هنا بالحرب بالشمس؟ يعني احنا صار لنا شهرين بساحه التحرير درجه الحراره اكثر من 50 درجه مئويه، وهنا اليوم بالحرب وصار لنا ايام ولحد الان يعني ما يشوفون مطالبنا. هل انه احنا ما مؤهلين لشغل وظيفه؟ احنا اجونا مجموعه من اعضاء مجلس النواب وقدموا يعني مطالبنا بكتب واسميه، لكن من رئاسه الوزراء ما شفنا اي احد انه اجى وشاف شنو مطالبنا ووعد نبحل. فاحنا يعني نقول احنا اختصاصاتنا هي اختصاصات جدا مهمه، اختصاصات الاداره والاقتصاد اللي في كل دول العالم تصنف ضمن المستوى الاول، يعني هي اللي تنظم اداره البلد، هي اللي تبني اقتصاد البلد، هي تبني النظام الاداري والمالي للبلد، واحنا دا نشوف ان اقتصاد البلد اليوم بمشاكل هوايه، خلي يستفادون من هاي الكفاءات، خلي يشوفون هاي الكفاءات اللي قاعده هنا طالب بابسط حق لها. يعني احنا نطالب من كل الجهات المعنيه ان يحلون مطالبنا بس على وقت ممكن. لليوم 60 اعتصمنا بساحة التحرير وكل الضغوطات واجهناها، احكي لك وانا كل لقاء هاي المعلومات اكررها، راح اركز لك على شغله واحده، قضيه العمالة الاجنبيه، معدل العمالة الاجنبيه عندك بالعراق 85%، اللي بالقانون ومشرع القانون وبالدستور العراقي قال لك نسبه 50% ان ما تتجاوزها، بينما من ترجع هسه تدخل على صفحه وزير العمل والشؤون الاجتماعيه الدكتور باسم الربيعي تلقى النسبة 85%، يعني هل من المعقول أنت تخرج لي الشاب تخرجوا صراحة جاي يشتغلون أعمال حرة، يعني أنت خريج بعد تعب 16 سنة 17 سنة أكو عندنا حتى ماجستير ويانا، يعني شنو أنت ارسم لي خطة وخارطة طريق، يعني إذا ما عندك هاي الحلول افتح لي مجال طلعني خارج البلاد. قضية ثانية المحاسب ما عندي تخصص وظيفي، التخصص الوظيفي وهي أنه يجيني شخص ابتدائي يتعين ممتهن المحاسبة، المحاسبة هي دراسة وتعب، أنت تجيني خريج ابتدائية أو ثالث متوسط امتهنها مهنة، المحاسبة صارت مهنة، يعني أنت تجيبها تعين بدوائر الدولة اللي موجودة، موجودين بالصحة، موجودين بالتربية، بكل القطاعات موجودين، تخصص وظيفي ما عندنا. نطالب المجلس النواب، نطالب الأمانة العامة لمجلس الوزراء يقرون قوانين الإدارة الاقتصاد، من يوم ولدت بالعراق لليوم ما عندهم قانون مختص بهم، إلى متى احنا نبقى؟ ناشد مجلس الوزراء، ناشد السيد عادل عبد المهدي، حميد الغزي، مجلس النواب محمد الحلبوسي، ناشدكم واحد واحد، الولد أمانة أمانة برقابكم، يعني تعب احنا جاي نتعب 60 يوم باقين بساحة التحرير بدون أكل بدون مي بدون كل شيء، إلى متى نبقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما تشوفون قدامكم هنا خريجي الإدارة واقتصاد المحتصمين صار لهم أكثر من 60 يوم يقارب الشهرين. خريجي الاقتصاد الإدارة والاقتصاد اليوم اللي هي الدراسة الثالثة على العالم والأولى ببعض الدول، يعني كل الدول إذا تريد تقيس تطورها ونجاحها من خلال التنظيم والإدارة والاستثمار مالها، واللي هي كلها تتمثل بهاي الخريجين، الشريحة من الخريجين. الشريحة هاي جاي تعاني من التهميش والإهمال ولا لهم لا محسوبية ولا أي شيء بدوائر الدولة، مع العلم انه رئيس الوزراء هو احد خريجين هاي الكلية. نريد نوضح احنا ورسالتنا للمسؤولين وكل شريف بالرئاسة انه يحقق مطلب هؤلاء الخريجين اللي هو مطلب بسيط جدا وهو التعيين، خلي يساعدونكم هم بإدارة الدولة، مثل ما انتم تعرفون هسه كل دوائر الدولة تعاني من الفساد الإداري
والإهمال وإهمال الرقابة على أموال الدولة. ليش؟ لأن ما كل أغلب دوائر الدولة ما بها أي خريج من خريجين الإدارة والاقتصاد اللي هم خريجين أساسيين بدوائر الدولة. يعني الدولة تبدي أول ما تبدي من الإدارة لحد الرقابة، وكلها قلت لك هاي أدوات موجودة بهاي الشباب الخريجين. والله قابلنا أكثر من جهة، الله شاهد، يعني قابلنا هواي جهات، لكن وعود، بس وعود، ومطالب كم راح توصل ومطالب كم راح تتحقق، لكن لا ما شفنا أي شيء. يعني وعود كاذبة وزائفة ما لها أي صحة. مثل ما تشوف احنا مستمرين واعتصامنا سلمي ومستمر، وقلت لك اليوم هذا أكثر من 60 يوم، وإن شاء الله اعتصامنا مستمر وباقي.